السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في المجموعة التانية من مواقع الذكاء الاصطناعي. وكل المواقع اللي هتكلم عليها فري أو بيديك حاجات فري، وبعد كده لو عايز أكتر بتدفع فلوس، لكن أنا شايف إن هو الفري اللي بيديه بيكون كافي بالنسبة لي. لو حد عايز شايف إن هو عايز يستفاد أكتر منها ويدفع فلوس، مفيش مشكلة إن شاء الله. طيب خلينا مثلا ناخد كلمة نقول مثلا ليونز with cat، انت بتديله تكست وهو يبدا يحوله لك ليه صور. تمام، تقول له بقى ستايل، تبدا تختار الستايل انت عايزه، حاجه عايز حاجه انمي، عايز حاجه كوميك، عايز حاجه فوتو، عايز حاجه ديجيتال ارت، ممكن تبدا تجرب كل الحاجات دي. ماشي، تقول له جنريت. هيبدا يعمل لك دي حاجات انا عملتها قبل كده. بص، مجرد ان انا قلت له انا عايز جيلي فيش فلوتنج، بدا يعمل لي بالشكل دوت. ماشي، جاب لي شويه كلام مع قطه. الصور دي ما لهاش حقوق طبع، مش موجوده في مكان تاني. طيب ممكن مجرد بس ان انت تقول له انا عايز على شكل انمي وتقول له تاني، فيبدا يعمل لك صور مختلفه. ممكن الالوان نفسها تقدر تختار اللايتنج الفريمينج، فبيديك حاجات ممتازة جدا زي ما انت شايف كده انمي. طيب انا عايزها 3D مثلا، وكل صورة من دول تقدر ان انت تكبرها وتقدر تعملها داونلود وتقدر تعمل لها ايديت، تعديل بسيط بالذكاء الاصطناعي بحيث توصل للحاجة اللي انت عايزها. طيب في موقع هنا هنبدأ نشوفه، بس هعمل تسجيل دخول. الموقع ده بتديله صورة فهو بيضيف لها افكت كأن في حركة. تمام، بحيث ان انت ممكن تجمع الصور اللي هتخرج منه وبعد كده تروح مدخلها مثلا في قصة كرتون او في قصة او يوتيوب فيديو حاجة زي كده. طيب خلينا ناخد اي صورة من هنا، وليكن مثلا الصورة ديت، ما تعالى نعملها سيف. انا سيفتها في الداونلود. طيب هاجي هنا واقول له ارفع لي الصوره ديت. ماشي، طيب ممكن حتى اقول له من هنا. كده احنا خلصنا مرحله الابلود. بص هو عمل الحركه ازاي، بس اقدر ان انا ادخل هنا واقول له انا عايز اتحكم في الديبس قد ايه، عايز حكم في السايز قد ايه، عايز حكم وهكذا. بعد كده هتقول له سيف، يبدا يعمل لك الحركه زي ما انت عايز. ممكن تعدل في الفوكس بوينت، ممكن تعدل في كل انت عايزه بحيث توصل الصور بالشكل الجميل دوت، فتقدر تعمل منه زي فيديو متحرك. طيب هنا ده بقى موقع مليان مودلز بتستخدم في ال، تقدر ان انت تحملها عندك على الجهاز، او تقدر ان انت في موقع كتير يقول لك انا عايز موديل جاهز. طيب خلينا ناخد مثلا مثال، دي صورة مثلا موجودة. ماشي، دخلت على الصورة ديت، عجبني الاسلوب بتاعها، بيقول لي مين اللي عمل الصورة ديت والشكل بتاعها، الفيو بوست، تقدر تسيفها، تقدر تشيرها، الحاجات دي كلها. ممكن اقول له ايه، انا عايز ستارت كرييشن، عايز اعمل زيها، فبداني ان انا اشتغل على الموديل دوت. تمام، قال لي اسم الموديل اهو. لو جيت تبص كده هتلاقي في عشرات المودلز اللي جاهزه اللي موجوده، ده البرومت اللي موجود تقدر انت تعمل عليه. طيب انا قلت له انا عايز اعرف ايه الموديل، ففتح لي الموديل اهو، قال لي ان انا اقدر اعمل داونلود. تعمل داونلود، ممكن انت تكون مسطب الستيبل ديفيجن على الجهاز بتاعك، صراحة بتفصيل زي طبعا عندك على الجهاز بحيث يبقى عندك القدرة او تقدر انك تعمل حاجات ادفانسد شوية، فممكن تحمله عندك وتبدأ انت تشتغل بيه. تقدر تقول له داونلود، يقدر يتحمل معاك. ممكن تقول له انا عايز اشغله على هنا على طول. ممكن في بعض المواقع يقول لك انا جاهز لو انت اديتني موديل او اديتني لارا اقدر ان انا اشتغل بيه على طول. تمام، مجرد ان انت تتحملها يديك الشكل اللي نفس الشكل الموجود هنا. كنا شرحنا الموقع ده بالتفصيل. موقع سهل جدا ولذيذ،
الميزه ان هو في امكانيه ان انت تعمل كرييت لحاجه زي كده، تمام، تتدرب الذكاء الاصطناعي على حاجه زي كده، فتقدر تعمل حاجه خاصه مثلا ان اي حد يرفع صوره تتحول للنمط العربي، النمط الاسلامي، النمط المصري، زي ما انت عايز. طيب في موقع هنا ظريف، انت بترسم اي حاجه وتقول له تخيل مثلا دي فوتو اوف كات جو، يبدا يعمل لها ريندر. هو كتب لك ان المشروع ده عباره عن اوبن سورس. اوبن سورس تقدر ان انت تحمل الكود عندك وتشوف برمجته وتعيد برمجته زي ما انت عايز. هتلاقي هنا الجيت هاب بيحط لك شفرة الكود بحيث ان انت تقدر ان انت تسطبه عندك او تقدر تحمله عندك او تقدر تعمل نسخة جديدة منه. هو خد شوية وقت لان هو الموقع مجاني فبقى عليه شوية ضغوطات بس. طيب لو دخلنا على ريبليكيت دوت هتلاقي ان هو بيديك ان انت تحمله وتشتغل بيه، ممكن تعمل فيديو من خلال انك تكتب بس تكست، ممكن يصلح لك صورة لو في اي مشكلة، ممكن تكست تو ايمج او ايمج تو تكست تديله الصورة وهو يصفها لك، او يعدلك الريزوليوشن، او في لانجوج موديل كتير جواه. ده السكريبنج ديفيجن احنا بنجربه. ده زو في شوية مزايا هنشوفها دلوقتي. روم جي بي تي بتديله غرفة فاضية وهو يعمل لك توزيع للديكور حسب الستايل اللي انت عايزه. زو ميزته ان اي كلمة بتكتبها ممكن يعملها لك بكل المودلز المختلفة. يعني خلينا نكتب مثلا ايجيبشن كات مثلا، هو بدل ما انت تقعد تلف على المواقع يبدأ هو ينتج لك الصور. في بعضهم حطها في ستايل اللي هو عهد الأسرات اللي هو الأيام أحمس ومينا وهكذا. طيب تعال نشوف موقع تاني. هنا مثلا ده بتديله الصورة وهو يبدأ ان هو يخلي الريزولوشن بتاعها أكبر وتقدر انت تطبعه عندك على الجهاز. طيب تعال نشوف موقع دوت، ترسم بيكسل تو فيكتور ان فول كلر، تبدأ تحط الصورة ويبدأ يطلعها لك فيكتور ويبدأ ان هو يديلك بألوان كويسة. طيب تعال نجرب، خلينا ناخد صورة مثلا زي ديت، اعمل لها ابلود بروسيس فيتش، يبدأ يعملها بشكل دوت. عندك هنا تولز شوية ان انت تقول له انا عايز اعمل داونلود، انا عايز اغير السايز وهكذا. بيقول لك ممكن تسافر اس في جي، فساعتها تقدر تفتحها على اي برنامج انستليتور او اي برنامج برامج دي، تقدر تعدل عليها ومديك خصائص كتيرة جدا للقصة دي. ممكن تسافر كدي اكس اف او بي ان جي او بي دي اف او اي بي اس. تخيل الكلام ده كله تم في ثواني، ساعات بياخد منها وقت كتير اوي. طيب هنا ده بيديني انشاء وضعيات الاجسام للكنترول نت. كنترول نت ده لما برفعه بعد كده على اي موقع من مواقع الذكاء الاصطناعي ممكن اقول له عايز ياخد نفس الشكل دوت، يعني هديك شكل انسان مثلا وانت بتخلي الصورة اللي هتنتج تتبع نفس الشكل ونفس الحركة دي. فممكن تقول له انا عايز كاركتر او عايز جيومتري، يبدأ يديك شكل معين فتبدأ انت تلتزم بيه. هو ده اللي احنا ايه هنشتغل عليه. طيب بعد كده عندنا ريبليكيت، وهتلاقي فيه كذا ديفيجن موديل احنا كنا اتكلمنا عليه عموما، لكن هنا بتلاقي كذا حاجة جاهزة تقدر ان انت مثلا في شكل معين عجبك حاجة زي كده. في حاجات على فكرة انيمي، يعني انيميشن بيبدأ يديك حركة معينة، فأي واحد موديل عجبك تقدر تدخل عليه وتقدر تجرب تكتب برومت تكست هو يحولها لك الفيديو بالشكل دوت.
طيب عندي مثلا في هنا موقع اسمه بيكس فايندر، تعال نقول له مثلا احنا عايزين كاتس اند دوكس، ونقول له هات لنا بقى الصور اللي زي كده. بص الكمية اللي لنا هي من الصور، هو عنده إمكانية إن هو يجيب لك صور كتيرة موجودة قبل كده أو يعمل لك، ودي المودلز اللي أنت ممكن تشتغل عليها. فالموقع جميل جدا، إن شاء الله نكمل مع بعض المجموعة التالتة بإذن الله.